لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بعد التحية، هناك تقارب ثلاثي مصري أردني فلسطيني ظهر جليا خلال الفترة الماضية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية. كيف ترى أهمية توقيت انعقاد اجتماع اليوم ودلالاته؟ يعني هو اجتماع في توقيت مهم للغاية. أولا يعني ملف الخاص بالتجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في غزة، وعمليات القتل الميداني والاعتقالات المستمرة وعدم مراعاة حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أيضا التوسع في المستوطنات وتهوية القدس بوتيرة متسارعة، إلى جانب قضية خطيرة جدا وهو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تعترف بإقامة دولة فلسطينية ولا حل دولتين. فبالتالي في هذا الملف الزعماء الثلاثة بيتشاوروا ما هو السبيل لكيفية يعني ردع إسرائيل أولا وتمسك بعملية السلام التي أجمع عليها العالم، ثانيا كيفية مساعدة الإخوة الفلسطينيين في مجالين. المجال الأول هو تحقيق الوحدة الفلسطينية، لأن جهود بتبذل ومصر بتقود هذه الجهود منذ 2011 إلى الآن، وكان آخرها الاجتماع اللي كان في العالمين بين 14 فصيل فلسطيني، ولكن للأسف ما زال الخلافات مستمرة. فده بند مهم للغاية لتوحيد الموقف الفلسطيني. البند الثاني هو كيفية مساعدة الإخوة الفلسطينيين في ظل أزمة اقتصادية صاحبة، ولا انعكاس الأزمة العالمية، ثانيا الحصار الإسرائيلي وخنق الاقتصاد الفلسطيني. أيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، هناك قضية مثارة وهي الانتخابات. هل يمكن إجراء انتخابات الآن؟ ومن هم الذين سيترشحون في هذه الانتخابات في ظل الخلافات القائمة بين المنظمات والفصائل الفلسطينية الرئيسية؟ وهل إسرائيل ستتيح الفرصة لإجراء هذه الانتخابات، خاصة وأن فيه كلام عن ضرورة تقديم وجوه جديدة وقيادات جديدة إلى آخر هذا الكلام؟ فبالتالي القمة التشاورية الحالية أيضا بتبحث مدى إمكانية تطبيق ما أشارت عنه القمة العربية في جدة مؤخرا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكان بند رئيسي بالنسبة للقمة العربية، وهو تقديم مساعدات مالية واقتصادية ودعم إنساني في مجال الصحة والتعليم وكافة المجالات للإخوة الفلسطينيين. ده يعني دولتين، مصر والأردن، القضية الفلسطينية متداخلة بشكل عضوي في الأمن القومي للدولتين، فهي ليست مجرد قضية أشقاء وإنما هي قضية تخص كلا من كلا الدولتين. ولذلك التمسك بالتشاور المستمر وتخفيف العبء، هذا العبء الثقيل الذي يمثله الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وهو أسوأ أنواع الاستعمار، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي داعمة إسرائيل لأول مرة تقول أن ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون عمل من قبيل العمل الإرهابي، حيث يقومون بتدمير مزارع الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم. فهنا الهدف هو كيفية التوجه إلى الراعي لعملية السلام، سواء الأمم المتحدة أو القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الاتحاد الأوروبي، لتحريك هذا الجمود الذي أصاب القضية الفلسطينية. بالفعل نتساءل، حيث نشهد حاليا قمم مصرية عربية متواصلة تؤكد دور مصر تجاه أشقائها العرب خاصة فلسطين، برأيك كيف تسهم قمة اليوم في حلحلة الموقف بشأن القضية الفلسطينية؟ بلا شك ان هي يعني بتوصل رسائل يعني بوزن مصر في عملية السلام، لان مصر هي الدولة الرائدة التي اعترفت باسرائيل وقبلت عملية السلام بشرط ان تحل القضية الفلسطينية وان تقام دولة فلسطينية. فالنهاردة رسالة ان اسرائيل بتخل بعملية السلام وبتهدد عملية السلام، فدي رسالة اولا لاسرائيل نفسها في ظل حالة الغليان اللي داخل اسرائيل لاسباب داخلية يعني اسرائيل، وأيضا بالنسبة للتوتر القائم في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل. طبعا هي توتر يعني شكلي، ولكن
توصيل رسالة في هذا، أيضا توصيل رسالة في ظل الضغط الأمريكي للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. فكيف يتم التطبيع في ظل هذا يعني التعنت والجموح الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين وخنق اقتصادهم وحياتهم اليومية؟ فهذه رسالة قوية من أهم دولتين في عملية السلام في الشرق الأوسط. يعني كما قال الرئيس السادات قبل كده أمام الكنيسة الإسرائيلي، بدون حل القضية الفلسطينية لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط. فهذه مقولة صحيحة إلى الآن. بالفعل يعني نأمل أن تسهم قمة اليوم في حلحلة الموقف بشأن القضية الفلسطينية. السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.